صراحة اليوم فقنا على واحد الصدمة. الشعب المغربي الصباح اليوم فايق على صدمة خطيرة جدا، والتطواني بالأخص، لأن خصكم تعرفوا تطوان كتعرف واحد الركود اقتصادي خطير، فهمتيني؟ لهذا حنا كنا كنتمناو أنه هاد الحكومة هذه تشوف في المناطق الشمالية، ولهذا كنتفاجئوا اليوم أن البوطاز هادو 10 دراهم، وهذا لا يعقل. وفي الظرفية هذه وحنا مقبولين على عيد الأضحى، وبالمناسبة كنشوفوا شي اثمنه خياليه. نتمنى من الحكومه تدارك هذا القرار اللي خداتو، لان ماشي في الصالح ديالها. وحنا ما كرهناش الحكومه تلقانا حلول، ماشي تلقانا فين نصرفوا. تعطينا 500 درهم وتعطينا 10000 درهم ديال المصاريف، هذه راه كارثه، قسما بالله الا كارثه. انتم كتسمعوا يعني الاضحيه ديال العيد شحال الثمن ديالها، ونشوفوا البصله فين غتوصل، وغتشوفوا والخوز، والمهم هذا الشيء زعما حنا كنا كنتمنوا، قسما بالله كنا متفائلين بهذه الحكومه، لانه هما في البدايه الانتخابات ديالنا عطاونا شي عهود اللي كنا كانت كتفرحنا وشجعناها، والشعب المغربي كامل تعاطف معها وصوتوا عليها بالاجماع. الزياده في الاجور، الرفاهيه، العيش الكريم، حتى كنتفاجئوا حنا 10 درهم في البوطه في ضربه واحده، هذه راه جريمه. قص حاجه اللي ما غتردلاش البال الحكومه، وحنا كشعب كمتضررين غنرد لها البال، لان ملي غتزيد انت في البوطه 10 درهم كون على يقين المواد الاخرى الاساسيه راه غتزيد، الخبز، الحليب، كل شيء غير بطعه بالبوطه، بحال اللي كانوا كيديروا لنا بالمازوط، كل شيء بالمازوط. ولهذا انا كنقول لك راه الوضع ما كيسمحش انك باش تزيد درهم واحد، وخصوصا هذه المدينه هذه متضرره. فعطيوا القوله حلول اللي هي منطقيه ومعقوله، والشباب انتم كتشوفوا، والخبر الاخير والكارثي اللي شناه في واحد المجله وفي واحد الجريده الالكترونيه، ان تطوان يعني ما يقارب على 30 34 يوم في طلاق في اليوم، وهذه خصهم يردوا لها البال، عوض يقلبونا على حلول، ماشي يزيدونا في المصاريف. السلام عليكم. احنا تفاجأنا هذه البوطه ملي تزادت حاله مفاجئه، ما زادوا درهم، ما زادوا نص ريال، 10 دراهم طلعه واحده، راه الفيو فينا والديفو فينا كشعب، باش نهضروا بصفه عامه. ولهذا كنلتمس من الناس المواطنين يهضروا على حقهم. راه في فرنسا من نهار اللي كيتزاد ريال في الحليب راه كتنوض الحيحه، ولا 10 فرانك ولا كذا. راه هذه الحاله مفاجئه اللي زادوها لنا بزاف، ام الصابو كانوا حيدوا لنا من حاجه اخرى الا هذيك الحاجه، المواد اللي كتمشي في استهلاك ديال البيت، بحال الزيت، السكر، البوطه، راه وبالاخص الخضره. هادشي هاد الحاله المفاجئه اللي جات راه ما يرضي لا الله ولا العبد، راه بزاف. راه كاين الناس مضروره، الناس ما خداماش، الله يحسن لها العوان. راه كاين الناس ما كتقدرش تجيب حتى اللقمه ديال الخبز باش تشري الخبز لوليداتها، ولكن باش تزيد 10 دراهم طلعه واحده البوطه، راه الفيو حنا فينا بصفتنا كشعب. استغربنا اليوم وفوجئنا وصدمنا بهذه الزياده الغير متوقعه للبوطه ديال الغاز، في الوقت اللي الوضعيه الاجتماعيه ديال المتقاعد متدهوره، في الوقت اللي كنتظروا ان تتم الزياده في المعاشات، ونحن الان كيزيد كنتقلوا الكاهل ديالهم بالزياده. هذا شيء غير معقول وغير مقبول في الوقت اللي احنا كنتكلموا على الدوله الاجتماعيه، انها شعارات فقط. مع الاسف نتمنى ان يتم التدارك هذا الخطا الفادح، لانه لا يخدم الوضعيه الاجتماعيه لا للمتقاعدين ولا لسائر المواطنين عامه. هل يعقل انه 10 دراهم في دفعه واحده؟ كيف يعقل ان يتم هذا؟ اذا البارح زدتي مثلا 200 درهم ولا 500 درهم، الان اعطيتيها لهم باليمين وترجعها باليسار. ما هذا الشيء غريب. أن هذه السياسه المعتمده في التعامل مع الاسعار هي لا تراعي بتاتا الوضعيه الاجتماعيه ديال المواطنين. مع الاسف انه كنتغنوا بالدوله الاجتماعيه في الوقت اللي حنايا كنزيدوا نقهروا المواطن بهذه الزيادات غير المتوقعه وغير المقبوله وغير المنطقيه. عن احنا في هذه اللحظات مقبلين على عيد الاضحى، كنشتكيو من الغلاء، كنشتكيو من كل شيء، وفي هذه اللحظه بالضبط كتجي الزياده. ما المقصود من هذا؟ لماذا اختيار هذه اللحظه هذه؟ عاد انه كاين الزيادات في اللي كنسمعوا ديال للمدرسة، ديال الخبز، ديال كل شيء، كل هادشي هذا غادي يأثر سلبا على الوضعية الاجتماعية. نحن في كمتقاعدين كندافعوا على الكرامة ديال المواطن، والكرامة ديال المواطن هاد الزيادات تسيء إلى هاد الكرامة، تسيء إلى إنسانية المواطن.